ضيف حلقتنا اليوم هو من فرت منه الشياطين خوفا وكيجتمع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في جد من أجداد ديولو. غادي تقول لي اختو نعم، غادي يضربها وغادي يضرب حتى الزوج ديالها طه. في هذه اللحظة رق قلبه، قال لهم دلوني على محمد، دلوني على محمد. يا رسول الله يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وما جئت به من عند الله. الله الله، عمر بن الخطاب هو بطل حلقتنا اليوم. غادي نتعرفوا عليه شكون هو وكيفاش سلم وشنو زاد للإسلام. سلام سلام ومرحبا بكم معنا في قناتنا اليوتيوب اسلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اذا كان واحد شويه ديال الضجيج سمحوا لي، راه حيتاش كاين الصهد وما يمكنش نعيش بلا لاكليم، فقبلوا عليا في هذه الحلقه. اذا كنتوا باقيين كتذكروا الحلقه الماضيه كان هذا هو السؤال ديالنا، شنو هي مراتب الاسلام؟ وتبارك الله كلكم كان هذا هو الجواب ديالو. اما سؤال حلقتنا اليوم غادي يعرفوا الجواب ديالو اي واحد كان شاف الفيديو اللي كان قبل من هذا. هناك قوم ما تيدخلوا لا الجنه ولا النار، اذا فين تيكونوا؟ الاجوبه ديالكم راني كنتسناها لتحت في التعليق كيف العاده. اما بالنسبه لحلقتنا اليوم، واش عرفتوا شحال وانا تنقلب لكم على شي موضوع اللي يكون مفيد؟ وتيقوني اذا قلت لكم بلي انني بديت في الكتابه نتاع شي 3 ديال المقدمات من مواضيع مختلفه، ولكن في الاخير كنفشل ما كنقدرش نكمل فيها، حتى سبحان الله غادي تيسر ليا باش انني نحكي لكم عن اسلام هذا الصحابي الجليل اللي شحال من واحد كان تيطلبها ليا في التعاليق. المهم ما نكثرش عليكم اكثر، خليونا نبداو في حلقه اليوم. لنبدا، ضيف حلقتنا اليوم هو عظيم من العظماء، هو من فرت منه الشياطين خوفا، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان الإسلام ديالو فتحا والهجرة ديالو عزا للإسلام والمسلمين. أجيو نتقربوا واحد شوية من هذا الصحابي الجليل. هو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة، حتى كيوصل النسب ديالو لكعب بن لؤي ابن غالب ابن القريشي العدوي، وكيجتمع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في جد من أجداد ديولو واللي هو كعب ابن لؤي، لقب بأبو فحص وبالفاروق رضي الله عنه، حيتاش فرق به الله ما بين الحق وما بين الباطل. ويذكر بأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي لقبه هذا اللقب. غادي تولد سيدنا عمر من بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ب 13 سنة، وعنده 13 ولد من الذكور والإناث. كان في الجاهلية شجاع وقوي وقد المسؤولية اللي كان تحملها من هو صغير. كان رضي الله عنه كيرعى الغنم، وكان لاعب لمجموعة من الرياضات بحال المصارعة وركوب الخيل. كان كاتب الشعر وكيحب التاريخ، وكان خدام في التجارة رضي الله عنه. حكيما بليغا قويا. غادي تختاروا قريش قبل الإسلام باش يكون السفير ديالها، وأكيد قريش ما اختارته إلا وكان رجلا ذو فراسة وبلاغة وفصاحة. كان تيمنع الناس وكيتعجب من دخولهم الإسلام، علاش كانوا كيبتلوا دينهم؟ وربما أنه عذب البعض، علاش كيدخلوا لهذا الدين؟ ولكن تأثر كيفاش كتخرج النساء من مكة لبلاد واحدة أخرى، كيخليوا الأوطان ديالهم والمنازل ديالهم ويهاجروا. واحد النهار سيدنا عمر رضي الله عنه غادي يسول أم عبد الله بنت حنتامة، قال لها فين غادية؟ واش للهجرة؟ قالت ليه نعم. قال لها لما؟ قالت ليه والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا قهرتمونا. كان خرجوا حتى يجعل لنا الله فرجا. عرفتوا شنو قال لها عمر القاسي، عمر الشديد على المؤمنين؟ قال لها صاحبكم الله يا أم عبد الله. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيدعو لله دائما وتيقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. واحد النهار غادي يجيو عند سيدنا عمر رضي الله عنه وغادي يقولوا له يا عمر يا عمر، واش سمعتي هذا الخبر؟ قال لهم ما الخبر؟ قالوا له أختك وزوجها صبأة، غادي يمشي تيجري للدار، غادي يدخل عندهم ويسولهم واش الخبر صحيح. غادي تقول لي اختو نعم، غادي يضربها وغادي يضرب حتى الزوج ديالها، وغادي تمنع اختو وغادي تقول ليه ويحك يا عمر ماذا تصنع؟ علاش كدير هذا الشيء؟ وكان شافها كتقرا في واحد اللوحه من قبل ما يدخل عليها، وهو يقول لها شنو هي هذه اللوحه؟ قالت ليه لا ما غاديش تقيسها. قال لها اعطيها ليا. قالت ليه لن تمسه يا عمر. قال لها علاش؟ قالت ليه انك مشرك وانت نجس، اغتسل وغادي نعطيها لك. غادي يغتسل عمر وغادي ياخذها وغادي يبدا كيقرا فيها طه. في هذه اللحظه
رق قلبه، وهو الباب تكي تفتح للبداية باش يدخل. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، حتى غادي يوصل لقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تعظمات هذه الآية في صدره وهو يقول من هذا فرت قريش، زعما من قوله الله لا إله إلا هو. من بعد غادي يكمل حتى وصل لقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من بعد غادي يقول عمر رضي الله عنه: ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره. قال لهم: دلوني على محمد، دلوني على محمد. وهو يخرج من الدار ديال اخته كيقلب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كأنه وقع في حيرة من أمره، أش يدير وكيفاش، والهداية دخلت قلبه واللي نزلت بعد إذن من الله تعالى عليه. الله أكبر، مولانا بغى يعز الدين. في طريق سيدنا عمر رضي الله عنه غادي يشوف واحد الرجل من الصحابة وغادي يقول له: يا عمر، واش سمعتي شنو تيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ماذا يقول رسولكم؟ قال له: تيقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك وذكرك وذكر أبا جهل. قال له: فين هو؟ نتلهف على سيدنا رسول الله باش يمشي يشوفه. ودله على مكانه صلى الله عليه وسلم. غادي يدق الباب وهم يقولوا له: يا رسول الله، إنه عمر. قال حمزة، وحمزة رضي الله عنه كان سلم قبل منه، قبل من عمر رضي الله عنه بأيام. قال: لا عليك يا رسول الله، إن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيناه بسيوفنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي غادي يحل الباب وغادي يشد من حوايجه. وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ يا عمر، أما آن لك أن تدخل في هذا الدين؟ أو لا تصيبنك قارئة؟ قال عمر: يا رسول الله، يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وما جئت به من عند الله. الله الله، غادي يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فكبر أهل الدار وكبر المسلمون، وبدأت العزة لهذا الدين، وبدأوا الصحابة كيصليوا في بيت الحرام، وبدأوا كيطوفوا من حوله، وبدأ كل واحد منهم كيبي الإسلام ديالو. علاش في نظركم؟ حيتاش عمر غادي يدخل للإسلام، لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه. بعض الصحابة باقيين كتمين الإيمان ديالهم، وغادي يجي عمر لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ ألسنا على حق إن متنا أو حيينا؟ قال لي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: لما نختفي يا رسول الله؟ قال: يا عمر، لم يؤذن لنا بعد باش أنهم يعلنوا على الإسلام ديالهم. عمر مرضاش باش أنه يكتم الإيمان دياله، ولكن لما أذن ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي ينوض ومشى غادي يصلي حدا الكعبة متحديا. وجاو الصحابة لعنده وصلاو وصلاو معاه المسلمين. سيدنا عمر ما كفاش هادشي، قال: فين هو أبو جهل؟ قالوا: في داره. ومشى عمر بغى يعلن لأهل مكة كلهم باللي أنه دخل الإسلام، وأي واحد عنده شي حاجة يديرها. غادي يمشي يدق الباب على أبو جهل، غادي يخرج عنده وهو ما عارف والو. قال ليه: من؟ قال ليه: ابن الخطاب. غادي يقول عمر رضي الله عنه: يا أبا جهل، أما علمت أني قد صبوت؟ قال لي أبو جهل: لا تفعل. قال: نعم، لا تفعل، مستحيل كل شيء يسلم إلا أنت. قال: بل فعلت يا عدو الله. غادي يدخل أبو جهل وسد عليه الباب على راسه حيتاش خايف. غادي يمشي سيدنا عمر الباب واحد آخر وغادي يدق. سيدنا عمر رضي الله عنه بغى ينشر الخبر ديالو ديال الإسلام ديالو. قال لهم: أعلموني عن رجل يخبر خبري في مكة كلها، زعما شي برقاك. قالوا ليه: جميل ابن الجميحي، واللي هو رجل معروف أنه كينقل كاع الأخبار نتاع أهل مكة بحال شي إشاعة. غادي يعيط لي عمر وقال ليه: يا جميل، أما سمعت بالخبر؟ قال ليه: ما الخبر؟ قال ليه: قد أسلمت. وهو يجري جميل: يا أيها الناس، يا أيها الناس. وغادي يتجمعوا عليه حيتاش عنده شي خبار لهم. أما علمتم بالخبر؟ غادي يقول: صبأ عمر، صبأ عمر بن الخطاب. سيدنا عمر رضي الله عنه كان آنذاك من مراه، قال ليه: كذبت يا عدو الله، بل قل أسلم عمر بن الخطاب. وهو يعاود يصححها جميل وقالها، والناس بدوا كيتجمعوا على سيدنا عمر وبدوا كيضربوه، وكان أول واحد ناض كيضربوه هو عتبة الخبيث
الحديث عدو الله ورسوله، بدا كيضرب فيه حتى غادي ينوض سيدنا عمر وغادي يجلس على الصدر ديالو وبدا كيضربو حتى حط ليه صباعه في عينيه. الناس غادي يهيجوا وبداو كيضربوا سيدنا عمر رضي الله عنه، فاذا به هو كيضرب هذا وكيبعد هذا بكل قوة ديالو بالشجاعه ديالو، وحتى حد ما قدر انه يقاومه، حتى غادي يرتفع النهار وهو باقي كيدفعهم وغادي يقول لهم يا معشر قريش والله لو كنا فيها زعما في مكه 300 سنه ما تركناها لكم، زعما غادي نطردوكم كلكم من مكه. وبداو الناس كيطوفوا وكيصليوا من حول الكعبه حيتاش عمر دخل للاسلام وهو الذي اظهر الاسلام من بعد الخفاء ديالو. ودابا غادي نشارك معكم بعض القصص نتاع سيدنا عمر رضي الله عنه على المكانه ديالو كصحابي جليل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عمر بن الخطاب ما كانش تيخلي ليه شيئا من المال. واحد النهار غادي يجي عنده ولده وبيدي واحد الدرهم ويقول لي عمر رضي الله عنه من اين لك هذا؟ غادي يقول ليه ولده اعطاني اياه خازن بيت المال، زعما داك الرجل اللي مكلف بالانفاق على المسلمين وذوي المحتاجين. سيدنا عمر رضي الله عنه غادي يتقلق وغادي ياخذ الدرهم من عند ولده وغادي يمشي عند خازن بيت المال وهو يقول لي عمر علاش عطيتي هذا الدرهم لولدي؟ قال لي خازن بيت المال راك انفقتي جميع الاموال على المسلمين فلم يبقى شيء، ولقيت هذا الدرهم في الارض وعطيته لولدك. اسمعوا الجواب اللي غادي يجاوبه عمر رضي الله عنه، واش بغيتي تخاصمني امه محمد يوم القيامه من اجل هذا الدرهم؟ كاينه قصه واحده اخرى انه احد المرات ربط عمر بن الخطاب على البطن ديالو من الجوع وما كانش كياكل حتى شي حاجه حتى كيشبعوا فقراء المسلمين. كان كينفق رضي الله عنه على جميع المسلمين وذوي المحتاجين. واحد النهار رضي الله عنه كان دايز على احد بيوت المسلمين وسمع واحد الطفل كيبكي ويسول الام هاد الطفل علاش هاد الصبي كيبكي. قالت ليه ام الطفل باش نفطمو. قال لها عمر رضي الله عنه علاش؟ قالت ليه لحقيتاش عمر لا ينفق على الاطفال الا من افطمته امه. بقى كيبكي عمر بن الخطاب وشافوا الصحابه في المسجد كيبكي وهم يقولوا ليه ما بال عمر؟ فقال لهم رضي الله عنه يا ايها الناس لا تعجلوا لفطام اولادكم فاننا نقرض لكل مولود في الاسلام، بمعنى انه كل مولود في الاسلام غادي نعطيوه قرض. اما الوفاه ديالو غادي توفى رضي الله عنه في المدينه المنوره لما حلم باللي واحد الديك كان كينقرو نقرتين، غادي يفسروا ليه باللي انه هناك رجل من العجم اللي غادي يقتلو. فعلا غادي يجيه رجل بين صفوف المسلمين وهو كيصلي وغادي يطعنو في الظهر ديالو. ايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كيحب او يعشق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واحد العشق او بواحد الحب جما، حتى اتى الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال لي عمر والله يا رسول الله انك احب الي من الناس جميعا الا من نفسي. يقول لي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا يا عمر، يلا غادي يمشي سيدنا عمر رضي الله عنه وغادي يعاود يرجع مره واحده اخرى لعند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وغادي يقول ليه والله يا رسول الله انك احب الي حتى من نفسي. لما غادي توفى الحبيب عليه الصلاه والسلام عمر ما صدقش الخبر ويقول للمسلمين من قال ان النبي قد مات فساقتله بهذا السيف، وهذا كان لشده حب لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. في بدايه الحلقه كنت قلت لكم بلي انه هذا الصحابي الجليل خافت منه شياطين الارض، حيتاش واحد المره غادي تلقى باحد الشياطين في وادي وكاد عمر باش انه يخنق داك الشيطان ولو كان قتلو لانتهت البشرية على الأرض. وغادي نختموها لقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سادة يا كرام، وهو أكبر من أنني نتكلم عليه في دقائق معدودة لصفاته وقوته وشجاعته وكرمه وتقواه وعشقه وحبه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم اللي كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وقربتكم من الشخصية القوية والشجاعة نتاع سيدنا عمر بن الخطاب هذا الصحابي الجليل. نتلقاو في حلقة مقبلة، ما تنسوش أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي قرابين مقلوبكم باش تهم يستفدوا. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.